إن الغرض من الأماكن العامة هي خدمة الجميع، ولكن للناس على تنوعهم تجارب مختلفة في هذه الأماكن. بعض الأحيان تمتنع النساء والفتيات من الذهاب إلى مكان بعينه بسبب افتقاره إلى التصميم الأمين أو لكون الطرق غير مهيئة لذوي الاحتياجات الخاصة وعربات الأطفال، أو أن الشوارع والممرات ضيقة أو مظلمة، أو لكون بعض الأماكن معزولة تفتقر إلى الإشارات التوجيهية أو التحذيرية، وكذلك عدم وجود حرس أو منظومة كاميرات مراقبة. تدقيق السلامة أداة تم تصميمها لزيادة الوعي حول تلك القضايا للمساهمة في إيجاد حلول جذرية. برنامج تحسين الأداء والحكم الرشيد في العراق، مشروع تكامل الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تشخيص المعوقات التي تحد من حركة النساء والفتيات أو التي تشعرهم بعدم الأمان، من خلال تطبيق أداة تدقيق السلامة للنوع الاجتماعي والعمل على جعل هذه الأداة جزءاً أساسياً من أساسيات التصميم للمشاريع. جعل الأماكن العامة آمنة للنساء، اجعلها آمنة لجميع السكان بما في ذلك الأطفال والمسنون وأصحاب الاحتياجات الخاصة والعوائل على اختلافها. في تدقيق السلامة للنوع الاجتماعي، تقوم مجاميع من النساء بالمشي في منطقة معينة لتحديد الجوانب التي تجعلها غير آمنة. يعمل مشروع تكامل على تدريب المسؤولين المحليين ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق، وذلك ليقوموا بدورهم في تطبيق تدقيق السلامة في مناطقهم. يعتبر تدقيق السلامة للنوع الاجتماعي مهماً بالنسبة للمشاريع التي هي قيد التنفيذ، حيث إن إجراء التدقيق مسبقاً يساعد المصممين في خلق بيئة ملائمة للنساء مقدمي الرعاية وأصحاب الإمكانيات الخاصة، كتطبيق ممرات مشي ملائمة وتحديد مكان وضع صناديق القمامة أو صنابير المياه العامة ليتمكن الجميع من الوصول إليها دون إحساس بالخوف أو الخطر. في أربيل قام مشروع تكامل بالعمل مع وحدة النوع الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني بتجربة أول تدقيق سلامة للنوع الاجتماعي في العراق. تم تدريبهم على كيفية اختيار موقع للتدقيق وإعداد قوائم ووثائق للتدقيق، وتم اختيار متنزه سامي عبد الرحمن كأنموذج لاختبار التطبيق. برنامه که با جوریا کتیم که دعبش بون بودن گروپ کیپچوک هر یک از گروپ کان رول کانی انتیا دعبش کرده که چون کار کانی آنکن و امر رو لکو بنویده بس من لواکر که چون بتوانین ام پروژه دی به دیپ کین بازیاتر هاوکاری کردنی کتانو آفرتان گروپی ما است دومین گروپین بجداری دکین لو شنانه که آویلیا بزنی کم کوریکی او شنانه که آویلیا کم کوریکیتیا و او شنانه که من علاقم بوده تن دوم دانیا بزنی تپی دویستیم پیوسته ملاعب کانتونن سلامتیان هم هر وها با پلانی تایبت کدام نوا دست دکین با گران لناو پارک که و هر وها او شوینانه دز نشان دکین و او کموکوریانه دز نشان دکین کلوی هن و توصیه دکین بولاینی پیوندیداری پارککا بوی بتوانن اوان لوی هولی پیویست بدن بو زیاتر پارزگاری کردن لافرد لو شوینانه بو دانانی کلوپلی پیویست بو دانانی سکیوریتی پیویست لم شوینه بو اوی همو بتوانن بشیوی چی یکسان چی آفرد چی پیاو ام شوینه بکار بینن وکو شوینه چی گشتی وکو باخته دیاره گروپ یک لبرزانی جندر سیفتی اودیت که لمانگی پینجی 2019 دابو لسر توصیب پارس پارسگاری هولیر سردانی پارکی سامی عبدالرحمن یان کرد حتی لنزیک و بشیوی از اکی پراتیک پراکتیکی و عملیانه وردکاری کارکان یان به ایم و توصیکان یان به چندین فرمان بری ایم بدن كنتيجة لتطبيق هذه الأداة تم استبدال 300 مصباح إنارة وتم تنصيب 30 كاميرا مراقبة وتحسين الإشارات والخرائط وزيادة الحرس الأمني في البارك.
خوش بختانه او در انجام وای کر که رژه گشتیاران له 8000 گشتیار او برز به تو بو تا 12000 گشتیار روزانه زاران که آهاتم بو ایراز شوینه که زور تاریک بو روناکی لینه بو من خومه که افرد زور یعنی ده ترسان بلا مثال خواب زاد بی همو شوینه چه هم پاک روناکا اتوانین بیترس بین بو ایرا کامیری لیا و آسایش لیا پاک که پاک چه آی لیا اتوانین بکیف کمان به همو شوینه بروین همو شوینه روناکا من خلال هذا التغيير البسيط والمهم في الوقت ذاته تتبين أهمية تطبيق تدقيق السلامة للنوع الاجتماعي أداة رئيسية في التصميم الأساسي.